السلام البنات، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الكيك بالشوكولاته والبنان، كيجي رائع جدا وهشيش ومعلك. انا غادي نبدا نوجد ونقول لكم المقادير او ميم طون. عندي هنا نمول ديالي، خديت انا هاد النمول ديال الزاج، دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال السكر، تقريبا معلقه صغيره وقطعت البنان. تقريبا هنا عندي شي 6 البنانات، قطعتهم هكا بهذا السوك هذا وسترتو هنايا. هاد دابا غنخليوه على جنب، نوجدو الخليط ديالنا ديال الكيك. غادي نجيبو زلافة ديالنا، انا ديجا درت فيها الملحة. غناخدو تقريبا 2 كيسان ديال السكر. انا عبرت بالكيسان ديال العنبه، يعني درت 2 كيسان ما غيكونوش عامرين بزاف هكا. نعبر الكاس الثاني حتى هو. الكاس الثاني عندي هنا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الفاني، انا استعملت هنا المسحوق. غادي نحتاجو فيها 2 بيضات، صافي. غادي نخلطو هاد الخليط ديالنا حتى يولي تقريبا لونو فاتح شويه. انا ما استعملتش الخلاط اليوم، غندير غير بيديا. صافي غنبقى نخلط هكا حتى يولي لونو فاتح. من بعد ما الخليط ديالي ولا هكا لونو فاتح، غنزيد عليه نص كاس ديال الزيت العاديه. غادي نزيد عليه كاس ديال الحليب. وقلنا عندنا كاس ديال الحليب، حطات شي مزيان هكا. دابا غادي نضيفو، بعد ما خلطنا هادشي مزيان غادي نضيفو ليها تقريبا 4 معالق كبار نتاع الكاكاو. قلنا غنضيفو 4 معالق كبار ديال الكاكاو، ولكن ضروري خصنا نغربلوها حتى يكون في هاد الكوبيبات. ماشي مشكل، كنزول معلقة صغيرة هكا. أنا غربلتو كلو، نخلطو هادشي مزيان. الخليط مازال غنضيف ليه واحد المكون اللي غيجيكم نتوما غريب بزاف، وغادي تقولوا كيفاش ما يمكنش. نحطو هكا مزيان، من بعد غادي نضيفو عليها 2 كيسان ديال الحليب. 2 كيسان ديال اللبن، يعني كنبقاو نعبر بنفس الكاس
نضيف عليها جوج كيسان ديال العلبه ديال الطحين. انا عبرتهم بالعلبه ولكن درته في هذا الغرفه. غادي نضيف عليها ثاني جوج خميرات. ثم دابا غادي نخلط هاد الخليط ديالي مزيان مزيان ونعاودو نطلقو ان شاء الله. من بعد ما خلطت الكيك ديالي مزيان هكا غادي نضيف ليها المكون اللي قلت لكم اللي هو الماء، يكون طايب انتما كتشوفوا راه باقي سخون يعني يكون باقي تيغلي. غنضيفو على الكيك ديالنا فاش منها تقولوا غتجينا خايبه ولا غتجينا معجنه، لا بالعكس هذا هو اللي كيخلي الكيك يجي فتي ومعلك. نخلطو مزيان هكا شفتو خايبه لكم هكا خفيف هذا العجينه عاديه جدا. هذا غادي نجيب المول ديالي وغادي نبدا نخوي هاد الخليط هذا فوق من البنان اللي درت، يعني المول دهنتو بالزبده ضروري دهنوه بالزبده. انا غنجيب المول ديالي وغنخوي العجينه ديالي فوق من الخليط. دابا غادي نبدا نخوي الخليط ديالي فوق من البنان. نطيق على البنان اللي عندي الكيك ديالي غادي ندخلو يطيب على درجة حرارة 180، غنشعل انا غير من تحت تقريبا غادي ياخد ليا ساعة الا ربع. كنا ندخلو الفران تشعلو ليه غير لتحت 180 درجة ساعة الا ربع، وانتم على حسب الفران ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد نشوفو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. الكيكة ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران خليتها حتى بدات مزيان وزوقت انا بالفانيليا ديال الشوكولا، حكيت عليها شويه ديال الشوكولات. دابا غادي نقطعها باش نشوفوها كيف جات من الداخل. كتجي رطبه بزاف هشيشه انا جبت هنا طريف. شوفوا كي تجي من الداخل كتجي هشيشة بزاف أو البنان ديالنا، يعني صدقوني كتجي هشيشة بزاف. نتمنى إن شاء الله هاد الكيك هدا يعجبكم وبالصحة والراحة البنات. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر جديد. سلامة.